لا محسن الحارثي. اي محسن الحارثي. طيب شلت محسن الحارثي، وين البديل؟ اوكي انت ما في احد اللي بيعمر على الكراسي. المدرب طيب بدك تشيله بالتوقيت هذا، فانا قلت لك اداريه، قلت لك من الاساس اداريه. يعني اقول لك يا بامانه كرسي نادي النصر اكبر من الموجودين، احفظ لهم كرامتهم ومعزتهم واصدقاء وعلى عين والراس، لكن كعمل اداره نادي نصر نادي كبير فوق مستوى كل الموجود. جاب الدوري مسلم. لا ما راح يجيبه، النصر ما راح يجيبه. انا قال لك من زمان ما راح يجيبون اي كاس، لا دوري ولا كاس ملك ولا كاس الانتخابر، بيجيبه الاتحاد. اتمنى انا انه يعني رغم انه ما في تمني في البرنامج، بس عشانك انت قلت جاب النصر، ما اعتقد يجيبه ابو كرم لانه ما في فكر.